إذا كان هناك أسئلة أو استفسارات حول ما جاء في المدخلات الأربع، الكلمة لأخوات الإخوان في القاعة. تفضل أستاذ نقيب. شكرا السيد الرئيس. أنا اسمحوا لي لأنه مرتبط بالتزامات أخرى، فقط أرجع إلى مسألة التوصيات والقرارات ومدى التزامها، لأنهم اللي تنشتغلوا بهذا. أنا مسرور جدا بالمستوى المداخلات والعمق اللي تناولته، ومسرور لأنه شعرت بأن هناك أشخاص أطول ديال هذه الوزارات وديال مؤسسات المجلس الوطني اللي تملكوا هذا الموضوع، هذا تملكوا أصبحوا خبراء، يعني يفتخر بهم ويعتمد عليهم. لذلك البرلمان يمكن له ما عدا يكون يسجل هذا الشيء ويعزز الثقة ديالو بأنه ممكن هناك خبراء يمكن الاعتماد عليهم في توجيه أعمال ديالو وإنتاج التشريع الجيد، وهذا شيء إيجابي، شيء إيجابي. ولكن تنلاحظ بأن الكل يكاد أن يكون يجمع بأن التوصيات غير ملزمة بدون ما ندققوا الأشياء. فإذا كانت التوصيات غير ملزمة، علاش هادشي كلشي؟ واش كنديرو؟ وعلاش تندير هذا استعراض الدور الشامل وهذا سميتو وما يتطلب ذلك من جهود ومن آراء اجتهادات الخبراء ديالنا والنفقات وغير ذلك؟ فيكون شويه. انا سمعت ان هناك التزام اخلاقي صحيح، انا تنظن بان هذا وجه اساسي في منظومه حقوق الانسان والتزامات حقوق الانسان كذلك، ولكن كيف سنجعل هذا الالتزام اخلاقي يعني يكون حاضرا ومحترما في علاقتنا مع المجتمع؟ وانا اقول هنا كسلطه تنفيذيه، لان هي المعنيه، الدوله هي المعنيه بهذا الشيء كل شيء. حقوق الإنسان هو إدماج حقوق الناس في منظومة جديدة لمفهوم الدولة. فتنظن بأنه يجب يعني تدقيق الأمور، ما نكونش نقولوا غير ملزمة. لابد أن نصل إلى وضع الحدود في المجالات التي لا تكون غير ملزمة فيها، لما يتعلق الأمر بسيادة البلاد أو بأمن البلاد أو بحمايته شيء طبيعي. ولكن في الحياة العادية للناس في أمورهم ذات طابع كذا، على الأقل تكون ضوء أو شعلة للوصول إلى تقارب أو توافق أو إنصاف، إنصاف الناس، لأنه يعني كذلك نظرية الإنصاف موجودة في سميتو. فثم هناك قرارات ماشي توصيات، قرارات هذا في اعتقادي لابد ان نبحث لها عن مخرج، لانها ملزمه. لان الدوله لما تكون ملتزمه في اطار اتفاقيه فيينا وملتزمه في اطار كذلك قبول باليات موجوده، اعمال فرقاء الخبراء العمل ديال الامم المتحده، اعمال المقررون، اعمال اللجان الخاصه، وتنتهي الى قرارات، تيدن بانه هناك هامش ملزم. لانه غالبا القرارات ما كتمشيش للمساس بما هو للدوله ولمؤسساتها، تعلق الامر بالقضاء او تعلق الامر باداره نفسها، ولكن تتمشي الى فحص مساله مشروعيه المساطير او مشروعيه المعايير المستعمله من اجل بناء واحد الوضع قانوني يتعلق بحقوق الانسان في علاقه تسمية. لما نقول أحقية المغرب البروتوكولات التي صادق عليها، يقر بأحقية المواطنين الالتجاء إلى آليات الدولية في التشكيل مثلا في وضع الشكاية، وبعد نجي نقولوا هذه الشكاية والقرار اللي نتج عن هذه الشكاية لا يلزمني، كاين شوية ديال المصداقية كذلك يجب أن تكون حاضرة في هذه المسألة. إذا ما خصناش نبقاو غير، وهذا دور البرلمان كذلك أن يراقب أو يعاين عليه أن يراقب الفعالية والجدوى في تفعيل انضمامه وإعطاء مصداقية لانضمامه إلى الآليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، لأن هذا هو الطريق السليم لتجنب
الانحرافات التي قد الآن هناك إشكالية الهوية الآن تهدد العالم بأسره ويجب الاعتناء بها كذلك، وهو يتطلب مجهود من أجل تحقيق نسبة أكبر من الاندماج داخل المجتمع في إطار علاقات الموجودة بداخله. فأظن بأنه البرلمان مدعو، أنا قلت قبيلة يجب التدقيق في المفاهيم ويجب تقريب العمل بين البرلمان ليستفيد المغرب من هذا الشيء اللي سمعنا. أنا ما نكذبش عليكم، زعما شعرت بواحد النوع من الارتياح لمستوى المداخلات، مستوى خصوصا الشباب اللي تكلفوا بهذا الشيء، يعني في أمل كبير في هذا. إذا لابد للبرلمان أن يهيئ نفسه ويهيكل أدواته للاستفادة من هذه ما ينتجه المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ما تنتجه الوزارات من مندوبية ديالها ووزارة حقوق الإنسان شيء إيجابي، ما ينتجه كذلك بعض مراكز حقوقية داخل المجتمع في إطار مجتمع أعمال المجتمع المدني متخصصة أو تشتغل بشكل حمائي. مهم جدا يجب على البرلمان أن يكون، أنا تذكر أنا زرت شفت كيفاش كيشتغلوا لجان حقوق الإنسان في لندن مثلا في البرلمان الإنجليزي، لجنة متخصصة في حقوق الإنسان كتشتغل ليل نهار وكتحلل، دور ديالها هو التحليل سي لاناليز دو لانفورماسيون ولاناليز دو يعني دي برودوي دو لا سوسيتي اون ماتيير دو دوغ دو. هذا الشيء مهم في جنوب افريقيا، في بعض دول افريقيا يعني عندهم لجان حقوق الانسان متخصصه كتشتغلوا ليل نهار في هذا الموضوع. والمغرب البرلمان ما فيهاش، في لجنه العدل والتشريع وحقوق الانسان وعندها ستة ديال الوزارات كتشتغل معاهم في الميزانيه وفي القوانين اللي كتسميتو، ولكن ما كايناش واحد لا ستركتور، واحد اللجنه دائمه اللي يمكن انها تستافد من هاد التراكم اللي كاين، وتخصم من هاد الامكانيه المتوفره الان اللي ما كانتش متوفره البارح. وهذا هو التراكم الايجابي، هذه الامكانيات المتوفره اليوم يجب ان تكون اداه لانضاج هذه الايرادات المتوفره. التشريع الجيد هو اللي يمكن يكون كذلك يستحق المراحل ديالو كتقضي على هذه الترددات، التوصيات الملزمه غير الملزمه الى اخره، الوازع الاخلاقي والفعل الاخلاقي في مساله كذلك في تموين هاد القوانين، في تمويلها من ناحيه التنفيذ واستفاده المواطن منها. شكرا.